عامر، جينا حلمي، أسرار ماجد، هلا مصطفى، لم يحدث أيضا. رجعنا تاني حضراتكم والحيازة التبادلية لصالح نادي سبورتنج. هنقول لحضراتكم على التشكيلات بسرعة. هلا مصطفى من سبورتنج، البنتريشن لهالة، وصلت هالة ما نجحتش، هالة تلم مونيك رايد على السكند شوت وتحاول معاها تاني، لكن الحيازة هنا أهلاوية. إيتالي لوكاس على طول تستلم، إيتالي لوكاس للي ما عرفش 10 نقاط في أحداث الكرة الراوة، والباس حلو والأسيست أحلى لنادين سلعوة، تنجح وتقبل لدية نادين بنقطتين وخطأ شخصي ورمية حرة إضافية، والخطأ على جينا حلمي لاعبة نادي سبورتنج. رميتين حرتين فقط للنادي الاهلي في احداث الكوارتر الاول، ودي اولى الرميات الحره في احداث الكوارتر الثاني. نجحت نادين في تسجيل الرميه الحره الاضافيه او الاند وان او الوان مور. خرجت هاله مصطفى من نادي سبورتنج، نزلت مكانها نادين ياسر رقم 13. وادي لسه الغفله الدفاعيه لسه كنا بنتكلم عليها، باسط بالظبط، باسكت في باسطين. باسطين، وادي خطا شخصي ثاني على جينا حلمي. لعبة رقم 11 من نادي سبورتنج، باسطين بتسجل اولى النقاط لنادي سبورتنج 27-21. خطأ الشخص الثاني على نادين حلمي، والحيازة اهلاوية. ايتالي لوكاس، لوكاس عدت لوكاس مع اسرار ماجد، مش سايباها لنادين سلعاوة في البيز لاين، حاول تخترق، اطعلها نور علي طلعت بتمويه روعة الروعة، بتروح على الباسكت لكن ما بتنجحش في التسجيل، تخبط الكرة في مين؟ طبقا لإشارة كابتن نانسي في ايد او في رجل قدم عفوا نور علي طلعت، وتطلع الاوت لنادي سبورتنج. اسرار ماجد هي اللي قايمة باعمال صانع اللعب في الملعب. هاجر عامر عملت لها كات مونيك ريد، وقفوا عليها، طلعت الكيك اوت لجينا حلمي، اولى الثلاثيات تنجح جينا حلمي في تسجيل اولى الثلاثيات لنادي سبورتنج. ايتالي لوكاس ينقص النادي الاهلي السرعه، السرعه، وادي على طول ياتي الرد، لم ياتي الرد من رنيم جداوي، لما على طول نادي سبورتنج. مونيك ريد تحاول تلحق لكن تخبط في ايديها وبتطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي. تغيير في صفوف نادي سبورتنج، منار ايهاب تنزل وخرجت مونيك ريد، الروتيشن اللي بيجريه كابتن حورس. 27-24 لوكاس في صدارة مسددي النقاط او محرز النقاط، ايتالي لوكاس 10 نقاط حتى هذه اللحظات. لوكاس في اخر ثانيتين لازم تشوط، خلاص زمن ال 24 ثانية انتهى، زمن ال 24 ثانية انتهى، وتقول الكرة وتصبح في حيازة نادي سبورتنج. الجهاز الفني الاهلي عمال من بره يقول العب العب العب، لكن تتعوض يا بنات. جينا حلمي لهاجر عامر، عملت الستيل نور علي طلعت، بتحاول تسيطر عليها لكن تقع وتلمها تاني هاجر، تروح على طول لمنار ايهاب، موقف واحد اتنين على واحد، تسلم لاسرار وتنجح في تسجيل نقطتين وتضيق الفرق على طول الى فرق نقطه. ايتالي لوكاس لسه معاه الكوره، لوكاس اختراقات، لوكاس وصلت، لوكاس نجحت، لوكاس في تسجيل نقطتين وتعويض الفرق، ثلاث نقاط فارق لصالح النادي الاهلي. اسرار ماجد عدت اسرار من الملعب، لسه كره مع اسرار، طلعت لمنار ايهاب، بنتريشن منار، وصلت منار لك ونجحت على طول منار في تسجيل نقطتين وضاق الفرق الى فرق نقطه 28-29 لصالح النادي الاهلي. رنيم جداوي، رنيم للوكاس، اوبن شوت، هوشت على 3 بوينت لوكاس، اون فاير لوكاس، ايتالي لوكاس توسع الفرق الى اربع نقاط. رجع الاهلي وضغط من قدامه وثبت اثنين ورا عشان ما يتعملش فص بريك، لكن هنا في ايه؟ دبل دريبل على هاجر عامر لاعبه نادي سبورتنج. هاجر عامر ترتكب مخالفه الدبل دريبل وتغيير في صفوف نادي سبورتنج. خرجت أسرار ماجد ونزلت مكانها ريم موسى. أوتسايد أهلاوي
لوكاس لرنيم جداوي، رنيم وصلت اخترقت ما نجحتش في التسجيل، لما على طول نادي سبورتن جينا حلمي سلمت لهاجر اللي قطع حلو قوي ونجحت في تسجيل نقطتين لصالح نادي سبورتن. ده الفارق الى نقطتين لصالح النادي الاهلي 32-30، 6 دقائق 44 ثانيه. فريده وائل واختراقات فريده، راحت فريده خبطت في ايد هاجر عامر او نادين ياسر وطلعت اوتسايد على نادي سبورتن. 8 ثواني هو زمن المتبقي للهجمه. قطعت نادين سرعوه حلوه قوي لكن ما بتنجحش في التسجيل، لما على طول ريم موسى اللي طلعت وجريت وصلت وطلعت الكيك اوت لمنار ايهاب، منار بتهوش لريم موسى تاني على الكيك اوت، ريم تهدى بنتريشن سلمت لنادين ياسر ميديم شوت ما بتنجحش في التسجيل. رنيم جداوي على طول على الديفنسيف ريباوند، رنيم عدت رنيم عايزه تخترق ما تزنيش نفسك، لفت وارتكزت لسه بقول لها ما تزنيش نفسك، اتقطعت منها سلمت على طول ريم موسى وبتجري على الفاست بريك 4-2، وقفت ريم شاطت ريم نجحت في تسجيل ريم واول تعادل ليه في احداث الكورتر الثاني. اولى التعادلات لوكاس ايتالي، لوكاس خد السكرين خطفت منها هاجر عامر الكوره وطلعت اوتسايد. تغيير في صفوف الاهلي، فريده وائل خرجت تنزل مكانها رضوى محمد، رنيم جداوي خرجت نزلت مكانها ندى نافع. اوتسايد اهلاوي و11 ثانيه على انتهاء زمن الهجمه، 5 دقائق 45 ثانيه على انتهاء احداث الكورتر الثاني. ندى نافع للوكاس اخر الثواني، شاطت لوكاس ما تنجحش في التسجيل، تلم على طول نادين ياسر والفاص بريك يوصل لجينا حلمي، جينا 1-1 سلم لهاجر عامر اللي شاطت لكن اتعمل لها بلوك، لكن هنا فين الريباوند؟ طلعت تاني لريم موسى، هنا الريباوند راح لنادي سبورتن. وادي جينا حلمي على الثري بوينت ما بتنجحش في التسجيل، تلم نادين ياسر قطعلها جينا حلمي وصلت ونجحت ببنتريشن في تسجيل نقطتين واول تقدم لفريق سبورتن على النادي الاهلي في احداث الكوارتر الثاني. رضوى محمد، رضوى سلمت لنور علي طلعت لكن بعيد عليها، راحت لجينا حلمي من سبورتن طلع على طول، هنا نادي سبورتن بيجري لازم الاهلي يرجع بسرعه، ريم موسى وميديم شوت تنجح في التسجيل على طول، كوتش علي هاشم يطلب تايم اوت لايقاف تفوق نادي سبورتن على النادي الاهلي. تايم اوت للنادي الاهلي، كوتش علي هاشم نسمع التعليمات نرجع لحضراتكم مره ثانيه. انتهى التايم اوت اللي طلبه الكوتش علي هاشم نفس خماسي النادي الاهلي، ايتالي لوكاس، رضوى محمد، ندى نافع، نادين سلعاوي ورضوى محمد لنور علي طلعت. اما خماسي نادي سبورتنج ريم موسى، نادين ياسر، منار ايهاب، هاجر علي وجينا حلمي. اوتسايد اهلاوي، الفرق اتسع الى 4 نقاط لصالح نادي سبورتنج. 4 دقائق 55 ثانية أعزائي المشاهدين على انتهاء أحداث الكورتر الثاني. رضوى محمد هي اللي هتمسك الملعب أول في مركز بوينت جارد لنادين سلعاوي. نادين لسه معاها الكورة للوكاس، لوكاس على الثري بوينت ما بتنجحش في التسجيل، يلم على طول ناد سبورتن ريم موسى لسه ريم معاها الكورة، اخترقت ريم وصلت ريم ما بتنجحش في التسجيل، رضوى محمد على طول تلم وتسلم نور علي طلع، نور مستنية اللي قاطع
سلمت لرضوى محمد تبدا الهجمه. نادين سلعاوه طلبت السكرين من ندى نافع زون ديفنس نادي سبورتنج. رضوى لنادين اوبن شوت على 3 بوينت لكنه قصيره واوت سايد لصالح النادي الاهلي. خمس نقاط سجلتهم نادين في احداث الكوارتر الاول والثاني حتى هذه اللحظات. ضغط النادي الاهلي، هاجر عامر، عدت هاجر من البيس لاين اخترقت، لكن هنا في خطا شخصي على مين؟ على النادي الاهلي. هنشوف دلوقتي على مين، اعتقد هنا على ندى نافع رقم 9، فعلا على ندى نافع. اولى الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي بعد مرور حوالي 6 دقائق في الكوارتر الثاني. هاجر نجحت في تسجيل الرميه الحره الاولى، وادي الرميه الحره الثانيه هاجر لم تنجح في التسجيل. تلم على طول رضوى محمد على الديفنسيف ريباوند، تجري على الفاست بريك وتبدا هجمتها. استلمت سلمت لندى نافع وعلى 3 بوينت ندى، وتنجح ندى في تسجيل 3 نقاط تدعي الفرق الى فرق نقطتين. دفاع قوي من رضوى محمد على ريب موسى ال 1-4 اللي بيستخدمه الكابتن علي هاشم، عايز يوقف انطلاقات ريم موسى. ومسكت الكوره استلمت شاطت نجحت في تسجيل نقطتين، وسعت الفارق الى 4 نقاط مره ثانيه. كابتن علي بيقول لها مالكيش دعوه باي هيلب، خليكي لازقلها او خليكي معاها. رضوى محمد لندى نافع لوكاس، لكن ريم دفاع قوي من ريم وتخبط في ايد لوكاس وبتطلع اوت سايد. تغيير في صفوف نادي سبورتن، جينا حلمي هتخرج وتنزل مكانها اسرار ماجد. ضغطه زي ما حضراتكم شايفين كده، رضوى محمد ضغطه على ريم موسى. اسرار ماجد على طول كوتش حورس نزلها عشان تقدر تساعدها في قياده الملعب. وادي الكات حلوه قوي، لكن هنا في ايه؟ كابتن نانسي قالت انها خطا يعني، والناس بيقولوا انها واقفه خطا شخصي على ندى نافع، لكن انا شايف انها واقفه يعني ممكن تبقى مخالفه المشي بالكره، لكن عامه خلاص قرار الحكم طلع. في كلام كده ومشاورات بين كابتن عمرو زاهد وبين كابتن نانسي، خلاص اوت سايد لصالح نادي سبورتنج وخطا شخصي على ندى نافع. هاجر عامر استلمت مع نور علي طلعت، تلف وترتكس تروح بشمالها تعمل بلوك حلو قوي. نور علي طلعت تسلم للوكاس، تجري على الفاست بريك، جريت لوكاس استغل ناصر العددي لسه من الصراع شويه. وادي لوكاس وميديام لوكاس ما بتنجحش لوكاس، تلم على طول هاجر عامر لريم موسى، ريمو على الفاست بريك، تجري ريم من ورا ظهرها تسلم للقاطع نادين ياسر، لسه الكره محتفظين بيها. اسرار ماجد على 3 بوينت والثلاثات اسرار ما بتنجحش في التسجيل. لما على طول نادين سلعوه ليه؟ رضوى محمد، رضوى خد السكرين سلم هنا في الميس ماتش، فعلا سلمت ندى نافع تلف وترتكس بص حلوه قوي 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 لنادين سلعوه وبتنجح في تسجيل نقطتين. ده الفرق الى نقطتين لصالح نادي سبورتنج. خطا شخصي على رضوى محمد، خطا شخصي على رضوى محمد. تغيير في صفوف الاهلي وسبورتن، خرجت نادين ياسر من سبورتن نزلت مونيك ريد، وخرجت نور علي طلعت ونزلت رنيم جداوي. نقطتين دي الفارق، واخر دقيقتين 27 ثانيه اعزائي المشاهدين على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. ريم موسى عدت ريم لسه معاها رضوى، استلمت السكرين لكن معاها رضوى برضه دفاع قوي لمونيك ريد. مونيك اخترقت مونيك وصلت نجحت في تسجيل نقطتين. مونيك ريد وسعت الفرق الى 4 نقاط 41-37، وكانت حلو من نادين سلعوه اللي مستنيه وبتلعب واحد على واحد. اهدي يا نادين تراي كده على الباسكت اي حاجه ما بتجيش. يلم على طول نادي سبورتن، ريم موسى تجري على الفاست بريك، ريم قطعها هاجر لكن ما خدهاش هاجر وما رتها صح، على طول تقطع رضوى محمد بشمالها تنجح في تسجيل نقطتين وتدعي الفرق الى 41 سبورتن 39 الاهلي. هاجر عامر تنجح تعمل الستيل، هنا بقى في ايه؟ هنا في خطا شخصي على هاجر عامر، فعلا في خطا شخصي على الراجل هاجر عامر، لكن دفاع قوي من رضوى محمد لاعيبه النادي الاهلي. خرجت نادين سلعوه في تغيير من صفوف النادي الاهلي ونزلت فريده وائل، والكوتش حورس بيطلب تايم اوت بعد
تفوق تقدم الاهلي واداء الفارق الى نقطتين لصالح نادي سبورتنج. تايم اوت لنادي سبورتنج، نسمع التعليمات ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. رجعنا الجيم، عايز بقى شويه البريشر على الكوره، ما تجريش بس جنب الكوره وخلاص. فين البريشر؟ طيب في حاجه، الحاجه الثانيه دلوقتي الهجمه دي بس اللي طلبه كابتن حورس مدير فني نادي سبورتنج. ده الفارق الى نقطتين. ماتش السجال ماتش ممتع، واحده من دربيات كره السله النسائيه في مصر، او انا بسميه الكلاسيكو، كلاسيكو كره السله النسائيه. ثلاث اخطاء شخصيه على كلا الفرقتين. التوب سكورر في النادي الاهلي هو مونيك ريد، والتوب سكورر في نادي سبورتين هي ريم موسى. لكن نرجع المباراة، رنيم جداوي ليه رادو محمد اللي طلب السكرين، عدت مستنيه هنا الميس ماتش لفريده وائل. فريده ليه رادو محمد على الثري بوينت رضوى، لكن قصيره بتحاول معاها رنيم، لكن توصل على طول لريم موسى اللي بتسلم لهلا مصطفى اللي لسه نازله. هلا لاسرار ماجد، ريم موسى بنتريشن من البيز لاين تطلع، لكن توصل لمونيك ريد. مونيك قلبت الملعب الناحيه الثانيه لاسرار ماجد، زون ديفنس النادي الاهلي، لا مان تو مان عفوا، مونيك ريد اخر خمس ثواني في ال 24 سنه، دفاع قوي من النادي الاهلي، مونيك تستخدم اللوحه ما بتجيش. رضوى محمد على طول على الديفنسيف ريباوند، طلع على طول لفريده وائل. فريده ندى نافع عملت لها السكرين، فريده لرنيم جداوي. رنيم قلبت الملعب ندى نافع، ندى وصلت باصت عملت الستيل، امسك يا رنيم. رنيم تتخطف من ايديها وتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. اخر اربع ثواني في زمن الهجمه واخر 33 ثانيه في زمن احداث الكوارتر الثاني. فريده وائل تلحق الكوره، لازم تشوط هنا، شوط شوط، وصلت ما نجحتش في التسجيل على طول. منار ايهاب تلم من سبورتنج، ريم موسى لاسرار ماجد تحت الباسكت ليه ايتالي لوكاس اللي طلعت كيك اوت، حاول تلحق منار لحقت فعلا، سلمت لهالا مصطفى، هالا لاسرار ماجد في الثواني الاخيره تنجح في 3 بوينت انها تسجل من البيز لاين. نلعب قبل وتوسع الفارق الى 44. وادي رنيم جداوي شاطت، لكن كانت صافره انتهى احداث الكوارتر الثاني اسرع. انتهت احداث الفتره الثانيه بتقدم نادي سبورتنج 44-39. اعزائي المشاهدين، استراحه ما بين احداث الفتره الثانيه والثالثه او الكوارتر الثاني والثالث. الزميل العزيز هيثم السعيد وضيوفه الكرام، اليكم الميكروفون.